السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث اليوم عن أحد أكثر الفيتامينات فعالية لصحة الجلد، وهو ليس فيتامين إي ولا فيتامين سي، علما بأنهما يتمتعان بأهمية كبيرة، إلا أن ما يفوقهما أهمية هو فيتامين ب3، وذلك لأن نقصه في الجلد قد يسبب ما يسمى بالبلاجرا، كما يتجلى نقصه أيضا في بعض الأعراض دون السريرية عندما لا يظهر كامل الأعراض المترتبة على نقصه، وهي حالة من الالتهاب الجلد تؤدي إلى جفافه وهشاشته وتقشره وإحمراره، وقد تصل إلى حد تشقق الجلد ونزيف. ذلك يعد فيتامين ب أساسيا في المحافظة على صحة الجلد. أما داخليا فإن من شأن هذا الفيتامين حماية الحمض النووي وترميمه، ففوائده تصل إلى ما هو أعمق من الجلد بكثير، كما أنه أكثر من مجرد عامل مساعد في صحة البشرة، فهو يعمل أيضا على تعزيز الكوليسترول وقد يقلل من خطر الإصابة بالإفصام والاكتئاب. ففي عام 1931 اكتشف أحد علماء الكيمياء أن إعطاء فيتامين ب3 لمرضى البلاجرا أدى إلى إعفائهم منه والقضاء عليه، ومن هنا تم إرباط الإصابة بالبلاجرا ونقص فيتامين ب3. بعد أن تم التوصل إلى أن مرضى البلاجرا اعتادوا الإكثار من تناول الذرة والدقيق المكرر والأرز والإفراط في شرب الكحول، إلا أن ما لجأوا إليه لحل المشكلة حينها بدلا من إرشاد المرضى بالابتعاد عن تناول الذرة والدقيق والأرز، هو أنهم قاموا بتعزيز الحبوب بأقراص من فيتامينات ب3 وغيرها من الفيتامينات الأخرى. ولكن إذا كنتم من المداومين على مشاهدة مقاطعي، لابد أنكم تتبعون حمية الكيتو الصحية والصيام المتقطع، فلا تقلقوا لأنكم بالتأكيد ممتنعون عن تناول الذرة والدقيق والأرز وكذلك شرب الكحول، والنتيجة هو أنكم تلاحظون تحسنا هائلا في صحة الجلد. أما المشتركين الجدد الذين ما يزالوا يتناولون هذه الأطعمة، أنصحهم بتناوله على شكل أقراص نياسيناميد، فهو النوع الذي لا يسبب الشعور بالإحمرار والسخونة. يساعد فيتامين ب3 على تقليل احتمال ظهور البقع البنية على الجلد ويقلل الإصابة بمرض السرطان، ويتمتع بعوامل مضادة للشيخوخة في الجلد، ويساعد على الحد من حب الشباب. ولعل فوائده على الأرجح هي السبب الأساسي في كونه أحد المحتويات في كثير من أنواع الكريمات الجلدية. كما لاحظت يمكن الحصول على هذه الفيتامين من جميع الأطعمة التي نأكلها تقريبا، وهذا ليس محط تركيزي، ولكن المشكلة تكمن في تناول بعض الأطعمة التي من شأنها استنزاف هذا الفيتامين. الحديث عن ذلك، فقد أردت اليوم أن أبين العلاقة بين الصحة وفيتامين ب3. إذا كنتم تعانون من نقص فيتامين ب3، ما ذكرته قد يكون حلا بسيطا لهذه المشكلة. نشكركم على حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.